بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي خواتاتي بخير، أمكم مزيانين، وهانتوما معايا عاوتاني في الحامض اللي غادي نديروه، حامض مصير إن شاء الله. وحنا مازالين مع هاد الأشكال وهاد الأنواع، ودابا الحامض راه كيجي ساهل وكيصدق من داك الشيء الرفيع. كنجيبو الحامض وكنقسموه على أربعة بحال هكذا بحال هكذا. ها كنجيبو الملحة، وكنعمروه على هذا الشكل هكذايا، وكنسدوه هكذا، وكنسدو وكنحطوه في القرعة ديالنا. غادي نكمل هكذا، نحل نعمر بالملحة على هذا الشكل، ماشي مشكل واخا تطلع شي شويه. وغادي ندير هنايا، ولكن خاص تكون يحاول الانسان باش يزير الحامض، يضغط يضغط حتى يدخلوا الحامضات باش ما نخليوش الفراغ. انا عندي هذا البوكل جا صغير، واحد لا دار يدير واحد كبير. هذا شتي هذا بحال هز ليا واحد أربعة، يمكن غادي يهز ولا خمسة هكذا، كنزيد وحدة. وهذا ما كنديروا ليه لا ما لا حتى شي حاجه، هو غادي يبقى يطلق الماء، غيبقى يطلق هو الماء ديالو، غير خصو يكون مزير. غادي نحاول نزير هذه. صافي انا حاولت نزير، يعني يلا هادشي اللي خدا ليا واحد خمسة د الحامضات. المهم كنقيو الملحه باش ما يصبطيو ليناش هذوك الحديدات، نحاولوا نمسحو لا تكون شي مليحه ولا شي حاجه. صافي وكنسدو على البوكال ديالنا بهذه الطريقه. الا كانت غير قرعه عاديه كنسدوها ونمسحوها من الملحه، ونخليوها حتى كتبقى، ونشوفوها بان راه كتطلق الماء وراه غير ما كياخذش بزاف وكيوجد. وهذا الشيء اللي كاين، وهانتوما كتشوفوا لي بوكو ديالي راه صوبتهم هاد القريعات كما كتشوفوا. يعني كيخصهم واحد ملاحظه، كيخصهم يكونوا مزحمين باش ما يديروش الغموليه، وكيبقاو 20 يوم صافي كيوجدوا. تقدروا تستعملوهم، وملي تستعملوهم راه ما تيخسروا حتى شي حاجه، يعني كيبقاو غير في الثلاجه ولا غير في البلاكار، ما كيطرى لهم حتى شي حاجه، كيبقاو مده طويله. هانتوما كي كتشوفوا دابا عدلناهم ها هانتوما، وصافي ومع خوتهم غادي نحطهم حتى يكمل كل شيء هادشي ان شاء الله. ومازال الا كانت شي حاجه اخرى غادي نتقاسمها معكم باذن الله. وغادي نخليكم حتى لهنا، وتهلاو في راسكم، والسلام عليكم. وما تنساوش ديروا لي لايك وديروا كومونتير، وملي غيوجد لينا هادشي كامل غادي نشوفوه باذن الله. والسلام عليكم.